دلوقتي جه ميعادكم مع بعضمة لسانه، شخصية البطل وشهادة ابن الرافدين. ابن الرافدين هتشوفوه حد ما شاء الله عليه، لكن كمان شهادة البطل هو ده اللي بيحصل في وقت الأزمة أو وقت الضغط والموقف الصعب اللي تعرض له فريق النادي الأهلي. تبدأ الناس تتكلم على شخصية الأهلي، منهم الزميل سيف زاهر امبارح بعد المباراة، نسمعه. دايما شخصية البطل اما يخسر يفوق، واما يخسر يقوم، واما يخسر يكسب، وما فيش حد ما بيخسرش، وما فيش حد ما بيتعادلش، ولكن التقييم الزائد عن حده. يعني فجأة افضل اتكلم ان موسيماني مدير فن كبير، موسيماني مدير فن كبير، موسيماني مدير فن كبير، كابتن محمود الخطيب في اختيار الموسيماني كان قرار حكيم جدا، ده اللي احنا بنقوله او ده اللي انا بقوله بقالي شهور، الحقيقه مقتنع بيه ومؤمن بيه تماما، نختلف نتفق مع البعض مش مشكله. موسيماني يخسر مباراه تقوم الدنيا وما تقعدش، يختلف الحديث 180 درجه. هو كابتن الخطيب جاب موسيماني منين؟ موسيماني يتحمل المسؤوليه، موسيماني ما عندوش رؤيه، موسيماني 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 11 لعيب اخذوا بطولات كتير، تالقوا كتير، ما كانش يومهم فخسروا. مش معنى كده ان دي نهايه العالم، مش معنى كده ان اللعيبه لا تصلح، مش معنى كده ان موسيماني لا يصلح. الحقيقه عمر ما التقييم بيجي كده ابدا 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 ابدا. لعيبه النادي الاهلي عملوا ماتش خارج نطاق الخدمه، ما كانش يومهم، وده وضع طبيعي جدا جدا في كره القدم. موسيماني في المباراه دي كان غير موفق، ارى المباراه غلط، واللعيبه كمان ما ساعدتوش، وانتهت المباراه 90 دقيقه ونقطه ومن اول السطر. ده سواء بتحب الاهلي او بتكرهه، مفيش فرقه بتفضل تكسب على طول، حتى الفرق الكبيره ريال مدريد وبرشلونه والبايرن وليفربول، اي فرقه ليها مطب واثنين وثلاثه في الموسم، وضع طبيعي تقف عند المطب وتشوف ايه السلبيات وتحط ايدك عليها وتبتدي تصلح، مليون في الميه صح. اهد وابتدي الكلام يتحول 180 درجه، ده مش في محله تماما. شوف الكابتن سيف لمس نقطة مهمة جدا، وده اللي أنا كنت بقوله. يا جماعة أنتوا ما تحولوش الناس إلى هالات من القداسة، بحيث أن أنتوا لما تكتشف أنهم بشر ممكن يوفقوا أو ما يوفقوش يبقوا في أدنى مستوى من النجاح أو في الفشل. ده كلام غير حقيقي وغير منطقي، لأن ما فيش كده، ما فيش حد لا يخطئ، وما فيش واحد له رصيد من النجاحات يوم ما يعمل حاجة. خلي بالك خطأ المباراة، احنا بنتكلم في المباراة أستاذ إبراهيم وعلى التشكيل، تملي لما تشوف عدم توفيق في الملعب. هو أنت ليه متجاهل أنك بتلعب فرقة ليها مدرب له فكر، وبتلعب لعيبة عندها دوافع في المباراة دي غير الدوري كله؟ اللي بيلعب قدامك هذه المباراة الرائعة هو بقاله 4 5 ماتشات لا يقدم هذه المباراة، وإلا ما كانش بقى في هذا المكان. لكن هو بيستجمع كل قواه وكل تركيزه وكل طموحه وكل رسالاته ان يعملها معاه كده، فطبيعي ان هو بيبقى في قمه التركيز والاستعداد وانت بتقابل هذا الصراع بشكل منتظم مع كل فريق بتقابله، هو بيقابلك في احسن حالاته وفي احسن دوافعه، وانت بتقابله علشان تنتصر عليه، فبتعمل مجهود مضاعف. النهارده موسيماني بدا المباراه، طيب فوجئ بطريقه لعبه معينه، ودي شرحها ارجو انك تكونوا جايبينها لنا، الكابتن ميدو شرحها حلو قوي، وبالعكس هو شاف ان موسيماني لا كان تعامل مع المباراه بذكاء شديد وصحصحه جامده جدا، لانه تعامل مع اسلوب عبد الحميد بسيوني في السيطره على مفاتيح لعب الاهلي، انه حرك الناس بطريقه مختلفه، اربكت التكتيك بتاع طلع الجيش، واستطاع ان تخلق ثغرات وصل من النادي الاهلي في الشوط الثاني العديد من المرات. فدي طبيعه الامور، مدرب واقف بيلاقي مدرب ثاني، زي نقله الشطرنج. انا بطل شطرنج وانت بطل شطرنج، ممكن يبقى التفوق ليه، بس انت نقلت نقله مش متعودين عليها. فكرت شوي استغرب، وبعدين عملت نقله، طب عملت نقله اتاكل فيها الوزير، انت ضيعت الوزير بس عشان اكشش الملك بتاعك. ما هو هي الدنيا
خلينا يا جماعة، مفيش حد هيحقق نجاح مطلق على طول، ومفيش حد أثبت وجوده ينهار إلى هذا الفشل اللي انتوا أحيانا تصدروه، وكرة القدم تتحول إلى بدل المتعة إلى عذاب.